هل حديث أبي إسرائيل فيه دليل على عدم الكفارة في نزل المباح؟ استدل به في هذا الصدد، لكن أيضا هو لم يكن مباحا أصلا، لم يكن مباحا. لما قل مثلا لله علي أن أستظل، لا تجعله يعني، إذا قلت نزل المباح لك وجه، لكن عموما هناك معارض له وهو كفارة النزل كفارة يمين.